كان اخر حاجه كنا اخدناها ان باب كان فكروني كده يا جماعه اخر حاجه كانت ايه؟ ان باب كار جاله فلوس وان هو هي وهيسافر بره وغير هدومه فين؟ ما سالش مين هو البينفاكتور بتاعك؟ تمام وغير الهدوم بتاعته فين؟ عند بيت مستر او انكل بامبل تشوك because he didn't want the people of his village to see him wearing the new clothes. اوكي طيب فدلوقتي باب قبل ما يمشي هيعمل زياره لمس هافيشام فبيقول هنا I visited Miss Havisham wearing my new clothes. زرت Miss Havisham لابس الايه؟ اللبس الجديد بتاعي. I have been given a fortune since I last saw you. بيقول لها انا تم اعطائي فورشن يعني ثروه من ساعه ما اخر مره شفتك يا Miss Havisham. I said and I am so grateful وانا شاكر جدا ليكي. طبعا بيب معتقد ان مين اللي بيدفع الفلوس ديت؟ Miss Havisham. I know قالت له انا عارفه. She replied and you have a good life ahead of you. Ahead of you يعني امامك. انت قدامك مستقبل مشرق امامك. ها؟ But remember to follow. تذكر انك لازم تتبع مستر جاجرز ادفايس. يعني تتبع نصائح مين؟ مستر جاجرز. She looked pleased as I said goodbye. هي تبدو سعيدة وانا بقول لها وداعا او مع السلامة. And I felt sure that she was my secret benefactor. بقول لك انا حسيت ان هي البينيفاكتور بتاعي هي الكفيل اللي او الممول اللي بيدفع لي الفلوس السيكريت السري تمام طبعا الله اعلم هي ولا لا افتر اول على كل حال مستر جاجرز هاد تولد مي ذات اي واز تو بي ايديوكيتد ان لندن قال لي ان انا هتعلم فين في لندن بواسطه راجل اسمه مستر ماثيو بوكيت ده من عائله ميس هافيشام تمام وان اوف ميس هافيشامز ريليتيفز واحد من قرايب ميس هافيشام وين اي واز سيتنج اون ذا كوتش كوتش اللي هي عربية حنطور to London the next day after a quick goodbye بعد وداع سريع وداع سريع لمين؟ لجو وماي سيستر ومين؟ وبيدي I felt as though the whole world was waiting for me حسيت ان العالم كله منتظرني في لندن it was five long hours خمس ساعات before I arrived خلي بالك عشان في كلمات هتصلح فيها في حرف ناقص فيها فافتح كده المذكرة بتاعتك It was five long hours before I arrived at Mr. Jagger's office. كلمة office معلش ناقص حرف. Office OFFICE. Office OFFICE. لقيتها ولا لأ؟ I arrived at Mr. Jagger's office. وصلت لمكتب Mr. Jagger's في لندن. OFFICE. His clerk. الموظف اللي شغال عند Mr. Jagger's اسمه Mr. Wemmick. شخصية جديدة اسمه تاني ايه؟ Mr. Wemmick. ده موظف عند مستر جاجرز اكسبليند ذات شرح لي هو دلوقتي انا في لندن في المكتب بتاع مستر جاجرز بس مستر جاجرز مش موجود فاللي قابلته مستر ويميك اللي هو موظف عند مستر جاجرز نعم اوفيس او دبل اف اي سي اي تمام فبيقول لك انا قابلت مستر ويميك اكسبليند ذات وشرح لي ذات بيكوز مستر جاجرز واز ستيل ات ورك شرح لي ان هو مستر جاجرز فين في الشغل بتاعه اي شود ويت فور هيم ان هنتظر مستر جاجرز فين ان هيز اوفيس كلمه اوفيس تاني مكتوبه اهي في المكتب بتاعه ات واز المكتب بتاع مستر جاجرز مكان مش حلو مش يعني شيك قوي ات واز ان انبليزنت بليس مكان غير صار ان اي واز ساد ذات اي هاد ليفت ذا بلاك سميث كنت حزين ان انا تركت ذا بلاك سميث الورشه بتاعه الحداد لان يعني زي قلت انا سايب مكان وحش لمكان وحش وين مستر جاجرز ريتيرند مستر جاجر رجع انت قلت له المكان بتاعه وحش وين مستر جاجر ريتيرند هي سيد ذات اي شود جو تو ماي لودجينج قال لي لازم اروح السكن بتاعي السكن بتاعي في مكان اسمه برناردز ان اسمه ايه تاني المكان اللي هسكن فيه برناردز ان الحانه بتاعت برنارد وير اي وود شير رومز برناردز ان مكان اسمه برنارد ان ان يعني حانه حانه ديت اللي هي ما تسيبك ان معناها خماره هي اصلا هي المكان هناك بيمثل بيكون الدور الارضي ايوه ايوه بتسمى البيت بتكون مسمى على الدور الارضي بالظبط يعني. طيب المهم وير اي وود شير رومز هشارك حجره يعني انا مش هقعد في اوضه لوحدي ده انا مكان في واحد رفيق في السكن معايا اللي هيكون رفيقي في السكن هيكون ابن مين ماثيو بوكيت سون ابن المعلم بتاعي هيكون مشاركني في الاوضه بتاعتي هي وونتد تو تيك مي وابن المعلم بتاعي ده خلي بالك اللي بيقول الكلام ده مين مستر جاجرز مستر جاجر رجع وقال له يا ابني انت هتقعد في برناردز ان وهيقعد معاك في نفس الاوضه ابن مستر ماثيو بوكيت
ابن المعلم بتاعك. طب ليه ابن المعلم بتاعه يقعد معاه؟ عشان عايزين حد يعلمك الاتيكيت، تاكل ازاي، تشرب ازاي، واخد بالك؟ يعني مش هنقعده معاك علشان خاطر مفيش فلوس، لا، ده اللي انت عايزه هتاخده، بس لازم حد يكون معاك في كل لحظه انت بتعملها عشان يعلمك الحركات ازاي، والوقفه ازاي، والقعده ازاي، وكده يعني. ماشي، اوكي. يبقى مستر ماثيو بوكس صن، هيبقى تكون قاعد مع ابن مستر ماثيو بوكس. هي wanted تو تيك مي، ابن مستر ماثيو عايز ياخدني تو هيز فاذرز هاوس، لبيت والده، ان ا فيو دايز، في خلال ايام قليله، فيو دايز تايم، سو ذات اي كود ميت ماي نيو تيشر، قابل المعلم بتاعي الجديد. هو المعلم القديم كان مين؟ جو. لا، بيدي. تمام. هير از سم ماني، اه اللي كان بيعلم كان بيعلمه قرايه وكتابه. المعلم ده ماشي. هير از سم ماني، قال له اتفضل الفلوس يا بيب اهي. مستر جاجرز كونتينيود، اتس ا لوت اوف ماني، دي فلوس كتير، بات دونت وري، ما تقلقش، اي ويل نو هاو ماتش يو سبيند، انا هعرف انت بتصرف قد ايه وهديك اللي انت عايزه. ان كيس ذير ار اني ديفيكولتيز، في حاله ان في اي صعوبات انا معاك. This was good news، ده اخبار حلوه ان مكون عايز فلوس تلاقي اللي يديك. ها، I felt happier now and I agreed to go to my lodging with Mr. Wemmick. هروح السكن بتاعي. مين اللي هيوديني السكن بتاعي؟ مستر ويميك. اللي شغال ايه الراجل ده؟ كليرك. كليرك يعني موظف عند مين؟ عند مستر جاجرز. He told me that Mr. Matthew Bucket lived in Hammersmith. وكمان قال لي ان المعلم بتاعي مستر ماثيو بوكت عايش في مكان اسمه هامرسميث. يا في مكانين دلوقتي، برناردز ان، ده المكان اللي بيبقى هيقعد فيه، هامرسميث ده المكان اللي المعلم بتاعه موجود فيه. تمام. 5 مايلز اواي، على مسافه 5 ميل. When we came to Bernard's Inn، وصلنا لبرناردز ان اللي هو اللي انا هقعد فيه، I was disappointed، كنت محبط. ليه يا عم؟ It looked dusty and gloomy، مترب وكئيب. مستر ويميك left me، وكمان مستر ويميك سابني ومشي عند باب الحانه دي، at the door، but no one answered it، محدش فتح لي ولا حد بيرد عليا وانا بخبط. I thought that no one would come and let me in، اعتقدت ان محدش هيجي يفتح لي. But after about half an hour، بعد حوالي نص ساعة، I heard footsteps، سمعت خطوات أقدام. A tall thin young man appeared، ظهر قدامي شاب رفيع وطويل. مستر بيب؟ He asked. I'm sorry، I went to buy some fruit at the market and I thought you would arrive later than this، أنا كنت معتقد إنك هتوصل متأخر عن كده. He invited me in، فدعاني للدخول. It was only when he turned to speak to me، لما لف علشان يكلمني. In the light of the window، في ضوء الشباك، that I saw who he was، عرفت مين هو الشاب ده. The pale young gentleman، حد فاكر الشين شين؟ ايوه. الشاب الايه؟ الشاب الشاحب اللي كان بيب ضربه في بيت ميس هافيشام. هربرت. ايوه بالظبط كده. ايوه بالظبط كده. ما علينا، الحمد لله ان الرقابه شالتها. هربرت بوكيت واز ذا بيل يونج مان، كان الشاب الايه؟ الشاحب. هي واز نوت هانسم، ما كانش وسيم. بس بات هيز فيس واز شيرفول، لكن وشه مرح. يعني لا، في واحد مبقاش شكله حلو لكن دمه خفيف. انا اي لايكد، اه زيك كده بالظبط. اند اي لايكد هيم ات وانس، بقول لك انا حبيته في الحال. هاويفر اي هاد ا سترينج فيلينج ذات هي وود نيفر بيكام ريتش، كان عندي شعور ان الواد ده فقري، عمره ما هيبقى غني. وي ايميديتلي بيجان توكينج، وبدانا نتكلم. I discovered that Miss Havisham had once thought she might adopt Herbert. اكتشفت ان Miss Havisham كان في يوم من الايام كانت عايزه adopt، يعني تتبنى، كانت عايزه تتبنى هربرت، تتبناه يعني تجيبه وتصرف عليه. So she had invited him، كانت عزمته to visit her، انه يزورها. That was on the day that I had met Herbert، وده كان في اليوم اللي انا قابلت فيه هربرت في بيت Miss Havisham. هو ده الولد اللي البيت بتخانق معاه. And fought with him، وتعاركنا مع بعض in the garden، في الجنينه، فاكر؟ After that visit، وبعد الزياره دي، however Herbert was not invited، لم يتم دعوه هربرت تاني في بيت ميس هافيشام. She didn't think I was suitable، هربرت بيقول اعتقدت ان انا مش مناسب للمهمه اللي هي عايزاها. Herbert told me، but if she had adopted me، هربرت بيقول لنا هي لو كانت اتبنتني يا بيب، I would probably be rich now، كان زماني دلوقتي غني. And if that had happened، ولو ده كان حصل، then I might even be still a fiancée. fiancée معلش في حرف الاي بعد الاف. اه fiancée اف اي، زود حرف الاي بس. ماشي؟ وكان زمان انا دلوقتي ايه؟ خطيب ستيلا. You must be، فبيب قال له معلش يا شقيق، you must be disappointed، اكيد محبط.
جاي على بقول لك اهو الصحاب البيست ديزامي. يو ماست بي ديسابوينتد، انت اكيد محبط. انا قلت للشخص الصح صح؟ اه بالظبط. اي سيد نو، قال لا 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 بص بص بينكر، قال لي نو نوت ات اول ولا اي حاجه نوت ات اول هي ريبلاي. يا عم عادي هو انا بس من ورا قلبه. طبعا. المهم I think I have had ده بص بص الهاكس بتاعه يقول لك I have had a lucky escape، ده انا هربت يا جدع، ده هروب هروب محظوظ، ده انا محظوظ ان نفدت بجلدي. استيلا is proud and cruel، دي بنت فخوره بنفسها وقاسيه قوي، فماليش انا في الكلام ده. جاي على الظلمه فرصه عليا. لا مش قاسيه. ال... لا لا قاسيه ماشي صح. الفيديو ده هبعته لك من 5 سنين لما تيجي تخطب. افتكر الايام بس ان شاء الله في الفرح بتاعه، في الفرح بتاعه ان شاء الله. ايوه هي ونشغل اتفقنا. ميس هافيشام ادوبتد هير، لسه هيربرت مش فارس اللي بيتكلم، هيربرت لا اسمع الفيديو. هيربرت بيتكلم بيقول ايه؟ ميس هافيشام ادوبتد هير، ميس هافيشام اتبنت البنت دي. You know she wants to use her، عايزه تستخدمها to take revenge on men، عشان تنتقم من كل الرجال. I was very surprised، بيب بيقول انا اندهشت قوي، ايه ده استيلا was adopted، متبناه ام التلاكه دي كلها. شكلها تطلع كده و adopted. Why did Miss Havisham want to use her in such a strange way؟ ليه Miss Havisham عايزة تستخدمها بالطريقة دي؟ When we sat down to eat، قعدنا ناكل. Herbert continued to tell me، استمر في انه يحكي لي about Miss Havisham. بس first في البداية قبل ده كله Herbert he told me however ليه؟ he told me how to behave at the dinner table، قال لي ازاي اتصرف على ترابيزة الأكل في الاتيكيت. تمام. For which I was grateful، أنا كنت شاكر له بصراحة. I soon discovered اكتشفت from Herbert that Mr. Jaggers المحامي was Miss Havisham's lawyer، هو كمان برضو المحامي بتاع مين؟ ده كده بيأكد لي أكتر إن هي البنفاكتور بتاعي. Mr. Jaggers had suggested اقترح that Herbert's father إن والد هربرت Mr. Matthew Bucket should be my teacher، إن الراجل ده هو اللي يبقى المعلم بتاعي، ده بيأكد إن هي البنفاكتور. I was convinced، يعني convinced مقتنع now that Miss Havisham was my secret benefactor، إن هي الكفيل أو الممول السري ليا. Herbert told me more about Miss Havisham، حكى لي أكتر عن Miss Havisham. He explained وشرح كمان إيه؟ That when she was a young woman، لما كانت شابة صغيرة، she and her half brother، half brother يعني أخ غير شقيق، يعني أخ من الأب بس. تمام؟ نص أخ. نص أخ إن هي وأخوها had inherited، inherited يعني ورثوا. A fortune، ورثوا ايه؟ fortune يعني ثروة. From their father، من والدهم. It was not long، ما كانتش فترة طويلة. However before her half brother، اخوها عمل ايه في فلوسه؟ خلصت. Spent his share، شرع النصيب، صرف النصيب بتاعه من الفلوس of the money، وتحول عايز يتحول على مين؟ على اخته. عايز ياخد بالظبط كده. الولد الشاب ده طلع ابن المعلم الجديد. ابن المعلم الجديد، وبيحكي له قصة ميس هافيشام على اساس ان في قرابة بيننا. فقال له ان ميس هافيشام هي واخوها الهاف براذر ورثوا فلوس كتير، بس اخوها صرف فلوسه وكان عايز ياخد من اخته فلوس. اخته تديله؟ لا وهي عايزه تتبنى. لا دلوقتي ميس هافيشام قريبه مستر ماثيو بوكيت، فبناء عليه مستر ماثيو بوكيت وابنه هيربرت عارفين قصه ميس هافيشام. هي كانت عايزه تتبنى، كانت عايزه تتبنى هيربرت علشان عايزه تنتقم من صنف الرجاله كله في شخص الولد اللي هتتبناه. عادي ما يعني تتكفل بيه يعني كله ماشي بالظبط كده. اخت مين ده استيلا؟ اخت مين؟ لا استيلا متبنيه يا ابني. ميس هافيشام متبنيه استيلا عشان تربيها وتبقى بنت حلوه وتكسر بيها ايه؟ بيب بالظبط كده. فالمهم اخو ميس هافيشام، اخو ميس هافيشام عمل ايه؟ يا ابني صرف فلوسه تمام؟ and became jealous of her، jealous يعني غيور، كان غيران جدا من ميس هافيشام عشان لسه معاها فلوس. He wanted to have her money، كان عايز ياخد فلوسها. And he started to think، وبدأ يفكر.
انت فين؟ كمان سرح. ايوه سرح. كانت عقله مستر خلاص. ها هي ستارتد تو ثينك، بدا يفكر اباوت هاو هي كود جيت ات. اخو مس هشام بدا يفكر ازاي ياخد يستولي على فلوس مين؟ اخته. فروم هير هي didn't كير، ولم يهتم if he had to hurt her to get it. مش فارقه معايا لو هيجرح اخته، اهم حاجه يحصل على الفلوس. طبعا لو راح قال لاخته اديني فلوس قالت له لا، فيدور على كل الطرق عشان ياخدها. تمام. soon afterwards وبعد فتره مس هشام got engaged. يعني ايه got engaged؟ اتخطبت. يعني انجدة يعني؟ قصة مس هشام. during this دي قصة مس هشام. فلما اتخطبت during this time اثناء الوقت ده she gave most of her fortune، ادت معظم ثروتها لمين؟ لخطيبها to her fiancé. this was against، وده كان ضد نصيحة ابن عمها ماثيو بوكت. ماثيو بوكت ابو هربرت قال لمس هشام الواد ده بالظبط كده. هو ده تمام. she gave وبعدين ماثيو بوكت هو warned her، حذرها not to trust، الا تثق في her future husband، في زوجها المستقبلي خطيبها ده too much. مس هشام بيكيب طبعا، قلت له ايه ده انت بتغلط في خطيبي، انت اللي طمعان في فلوسي. مس هشام became very angry، غضبت جدا من ماثيو بوكت and ordered him to leave her house، بره وطردته. he has never been there since، وما راحش بيت مس هشام من ساعتها. فراح بيب قال له is your father still angry with مس هشام؟ والدك لسه زعلان من مس هشام بعد العمر ده كله؟ for ordering him to leave، انها طردته. I asked Herbert. هربرت قال له no he's not angry at all، انا ابويا مش زعلان خالص. replied Herbert. but when Miss Havisham sent him away، لما طردته في اليوم ده، she said that she, he wanted to get her money himself، قالت ان ابويا طمعان في ايه؟ فلوس. في فلوسها. if he visited her now، ولو والدي زارها دلوقتي، it would look as if he still wanted her money، هيبدو ان هو لسه طمعان في فلوسها. فالله الغني. on the morning of the wedding، وفي صباح الفرح، when everything was ready، كل شيء جاهز، and the guests were expected، وكل الضيوف متوقعين، there was some bad news، اخبار وحشه. مس هشام في فيانسيه، معلش حط حرف الاي تاني. هو ليه كاتبينها بالفرنساوي؟ مش عارف، لا هي كده عشان اصلها فرنساوي. مس هشام في فيانسيه خطيبها had left her، تركها وما جاش. she received the news، الاخبار دي جت لها الساعه كام؟ at 22:09، بتقرا الساعه بالعكس، يعني 9 الا 20 دقيقه. 20 9 الا تلت 22:09 9 الا تلت، يعني 48 دقيقه. in the morning الصبح why she was getting dressed، وهي بتلبس، يعني لبست الفستان وجالها الخبر، ويا ريتها ما لبست الفستان. ما لقتوش تاني. ها when getting ready. ever since that time، من اللحظة دي، من الوقت ده، more than 25 years ago، من أكتر من كام سنة؟ 25 سنة. neither Miss Havisham nor her house، لا هي ولا بيتها had changed at all، اتغير من ساعتها. even the clocks، حتى الساعات in the house had been stopped، تم إيقاف كل الساعات. but why didn't Miss Havisham fiancé marry her، هو طب ليه ما اتجوزهاش؟ I asked، ده بيب اللي بيسأل. اه يعني طالما كان بيقفش فلوس قبل ما يتجوز، من بعد يتجوز هيكوش على كله. رد عليه هربرت قال له he would have had all her property then. لا بيب لسه بيتكلم، قال له ده ممكن كده في الحاله دي هياخد كل الممتلكات بتاعتها. perhaps، راح رد عليه هربرت قال له perhaps he was already married، ربما هو كان بالفعل كان متجوز. بعد ما عمل كل ده خايف يخون الثانيه؟ لا مش حوار، ما ينفعش. ما عندهمش حد بيتجوز. اتنين مستحيل، ولا عندهم حد بيطلق. هربرت سيد. فهو خلي بالك، هو بيقول لك ان احتمال يكون متجوز. انا ليا تفسير اخر على فكره غير المكتوب ده، ان اصلا الحوار دوت كان الشخص اللي خاطبها ده كان من وراه اخوها، والفلوس اللي كان بيقلبها. يعني ايه من وراه اخوه؟ يعني اخوه اللي بعته. اخوه اللي بعته قال له انا هجيب لك اختي. مش هنا يا ابني، لسه مسجل بجد. الله يكرمك. ماشي ما علينا.
ايوه التيم محترم يا عم. ما خلي ما ركز معايا، خلي بالك ان قال له تخطب اختي اه تتجوزها. لا راجل ليه ليه؟ عشان طول ما انت الحوار ده شغال، الفلوس اللي بتقلبها من اختي بنقسمها بالنص، بعد ما تتجوزها مش هتديني حاجه. ايوه صح. It seemed that the fiancé had in fact planned خطبها. يعني مستر التفسير ده تفسير حضرتك ولا مكتوب برضو؟ هديك جزء منه مكتوب هنا دلوقتي. وبص It seemed that the fiancé had in fact planned everything with Mr. Havisham's half brother. بيقول لك ان هو ركز معايا، بيقول لك اقرا معايا الحته دي، هو كان مظبط ده كله مع مين؟ مع اخو Mr. Havisham. Hoping to take as much money from her as they could. عشان يسحبوا منها فلوس على قد ما ايه؟ ما يقدروا. Nobody knew. ما كانش حد يعرف. If the two men were still alive. الله اعلم خطيبها واخوها عايشين دلوقتي ولا لا. يعني هم خلاص. اه ما نعرفش بقى. هل هم عايشين ولا مش عايشين؟ ما نعرفش. The following day. اليوم التالي. I was taken to meet. خلاص كده خلصت قصة Mr. Havisham. بخطيبها واخوها. بس خلي بالك. خطيبها شخصية عدت من شخصيات اللي قلناهم في القصة. بس هو مين؟ الراجل الشاحب اللي ضخم. الله اعلم، انا مش هقول لك هو مين، سيبه لساعتها. اللي كان معانا الاول اللي هو ويبسي ده ولا مش عارف. ووبسل؟ الله اعلم. المهم مش هقول لك، ريح نفسك. يعني هو هيجي؟ هيجي بس كمان 3 4 فصول. المهم ذا فولوينج داي، اليوم التالي. اي واز تيكن عليك 12. I was taken to meet the Bucket family. انا رحت بيت the Bucket family اللي هو بيت مين؟ مستر ماثيو بوكيت. At their home. في بيتهم اللي في مكان اسمه ايه؟ هامر سميث. احنا قلنا في مكان اسمه برناردز ان، ده اللي هيقعد فيه بيب و هربرت. ودلوقتي هامر سميث المكان اللي فيه ذا بوكيت اللي هو ماثيو بوكيت هو وعياله. In West London. They lived by the river. باي يعني بجوار، عايشين بجوار النهر. In an old house. ده الفرع الفقير من أسرة Mr. Havisham، عايشين في بيت قديم. When we arrived, we found Herbert's younger brother and sister، اخواته الصبيان والبنات، playing noisily، بيلعبوا بدوشة كده in the garden. Despite، بالرغم، the place being very ordinary، المكان عادي جدا. It was a happy house، لكنه كان بيت سعيد. And I immediately felt comfortable، فورا شعرت بالراحة كده وانا هناك عندهم. There. Mr. Matthew Bucket and his wife، هو وزوجته، ما شاء الله، نفس الروح المرحة بتاعت ابنهم. As cheerful as their son and made me welcome، ورحبوا بيا جدا. After they showed me my room، وريني الغرفه بتاعتي، مش اللي هسكن فيها، اللي هتعلم فيها. They introduced me to two other young men، قدموني لاثنين شباب تانيين، who were also staying there، اللي قاعدين في المكان ده بيتعلموا. We soon got to know each other، عرفنا بعض very well. عرفنا بيب هيتعرف على اثنين بيتعلموا معاه. واحد اسمه ستارت اب was good nature، ده كان طيب الطبيعه او ابن حلال. But Bentley Drummel was proud and grumpy. الواد التاني ده proud فخور وجرامبي كئيب. تحس ان الجينات جايه مع بعض، يعني براود مع براود يعني. اه بالظبط كده. فالمهم هو اتعرف على كام واحد؟ اثنين، ستارت اب وبنتلي درامل. تاني اسمهم ايه؟ ستارت اب وبنتلي درامل. ستارت اب ده جود نيتشرد، لكن بنتلي درامل براود اند جرامبي. I was learning how to live like a young gentleman. بدأت أتعلم زي أي gentleman and improving my education، وحسن تعليمي. Because I would be very rich one day، اللي في يوم من الأيام هبقى غني. Mr. Juggers gave me more money whenever I asked، كل ما أطلب فلوس يديني. Which was quite often، كنت بطلب كتير يعني. I noticed، لاحظت however that he never laughed، الراجل جاجر ده عمره ما بيضحك. And everyone seemed scared of him، وكله بيخاف منه. One day while waiting in Mr. Jagger's office، معلش اوفيس صلاحها تاني، اوضه بالاف اي سي اي، معلش، مستني مستر جاجرز في المكتب بتاعه. I had a conversation with Mr. Wemmick. انا مين ويميك ده؟ موظف عند مستر جاجرز. About Mr. Jagger's work، عن شغل مستر جاجرز. I noticed that Mr. Wemmick was proudly wearing a ring. مستر ويميك لابس خاتم فخور بيه قوي. He told me that it was a present from people he had worked with، ان دوت كان هديه من ناس كان شغال عندهم. I was invited to Mr. ومستر ويميك كده ايه، عزمني في مره على بيته. He lived with، عايش مع his father some distance from the center of London، مع والده في على مسافه كده من لندن. In a strange building، في مبنى غريب. That looked like a small wooden castle، عامل زي القلعه الخشبيه الصغيره. ما علينا. Mr. ويميك told me، اخبرني. That all of London's criminals، كل مجرمي لندن، كل شبيحه لندن بيخافوا من مين؟ من مستر جاجرز.
ليه يا عم ده محامي ويقدر كده يعني. So they left him alone. المجرمين كلهم سايبين مستر جاكرز، ما حدش يقدر يهوب ناحية مستر جاكرز. I learned that Mr. Jaggers did not even lock his house. حتى مستر جاكرز نفسه ما بيقفلش باب بيته at night بالليل. And often said، ودايما له مقولة شهيرة بتقول I want to see the man who will dare to rob me. أنا عايز أشوف الدكر اللي ممكن يسرقني. فمستر جاكرز عمل فيها دكر. يا ترى الشخصيات اللي احنا قابلناها في الفصل ده مين؟ مستر جاكرز. لا مستر جاكرز قديم. وميك ستارتوب. ستارتوب وبنت الدرامل. ومين تاني؟ والواد الشحيب. الهيربرت. تمام. وعرفنا انه في شخصيتين ما عرفناش اسمهم. الفيانسي بتاع ميس هافيشام واخوها. تمام. طب في مكانين عرفناهم اللي هو الحانه بتاعت اللي هو برنارد ان وهامر سميث. تمام. وبيخلص الفصل ده. لكن عايزين طبعا مستر جاكرز شخصيه على فكره جميع البلاوي اللي في القصه وراها مستر جاكرز. لكن ازاي؟ في الفصل اللي جاي.